فضيلة الشيخ وفقكم الله، الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن رفع البصر إلى السماء، الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن رفع البصر إلى السماء، ألا تدل على التحريم لا على الكراهة؟ حملوها على الكراهة لا على التحريم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول لأن هذا من الآداب، هذا من الآداب في الصلاة، هو لا يتنافى مع الصلاة لكنه من الآداب والخشوع. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.